دمشق الروح تهواك، فأنت الحب في قلبي وقلب الحب حياك. جنة الدنيا عروس الشام، يا سمينة الحياة، فواحة العطر، طيبة الذكر، فيحاء الربا، دائمة الصبا، عظيمة الآثار، عصية الأبواب والأسوار، فيها العراقة والأعراق، هي التاريخ للأعماق. مساء دمشقي ممزوج بعبق الياسمين، مساء سوري مفعم بالحب لهذا البلد الأمين. مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام. من هذا الصرح الفني العريق المتصل بحضارة سوريا الممتدة امتداد التاريخ، نبعث أصداء الأمل إلى كل مكان في الأرض. من التراتيل والترانيم والنغمات الشجية ننسج صبحاً يعانق الشمس، وغداً يبارك الأمس، ونفوساً مليئة بالأنس ولا تعرف اليأس. أيها الحضور الكريم، مثل الأصالة والحداثة مثل شجرة ضربت جذورها في الأرض ثم أخذت تجدد ثمارها كل حين، وهذا حالنا في هذا البلد العظيم سوريا. نهوى الحداثة والتجديد، لكننا لا نستغني عن تراثنا وعراقتنا وأصالة ماضينا. فرقة رباعي دمشق للنشيد بإشراف الأساتذة محمود الصياد، غسان السروجي، محمد الشعار، ومصطفى الشيخ، حملت هذه المعاني في مسيرتها الفنية الغنية، فأبدعت وأجادت وقدمت ما يطرب ويبهج، فارتقت على مدارج الجمال وأخذت مكانها بجدارة بين الفرق الفنية في الصف الأول. ملأت الأسماع شدواً عذباء والعقول فكراً نيراً، فكان فنها رسالة حب وخير للحياة والإنسان. مع هذه الفرقة الرائعة، فرقة رباعي دمشق للنشيد، سنعيش لحظات هذه الأمسية الفنية الراقية. تفتتح الغناء فيها بقصيدة مطلعها غنيت مجد الشام، من كلمات الشاعر أحمد طواص ومن ألحان الأستاذ مصطفى كريم. فمع رباعي دمشق والفرقة الموسيقية المبدعة بقيادة المايسترو الأستاذ نزيه أسعد، نرجو لكم أمسية طيبة.